نظمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بقطاع الثقافة والإعلام بوزارة التربية والتوجيه بكوستي منتدى الثقافة والإعلام الشهري لمناصرة قضايا التعليم في ظل الأزمات. وأكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه اهتمام حكومة الولاية بالعملية التعليمية وتوفير المعينات التي تحقق الاستقرار في المدارس، وقال إن السيول والفيضانات التي تعرضت لها الولاية أدت لانهيار عدد كبير من المدارس، مشيدا بقطاع الثقافة والإعلام لاختياره لموضوع المنتدى لأهميته وعكسه لقضايا التعليم والمجتمع بالولاية. أخذ الآن المنتدى الأول لقطاع الثقافة والإعلام في نسخته الأولى بعنوان دور الإعلاميين في مناصرة قضايا التعليم في ظل الأزمات والطوارئ، برعاية كريمة من الفرقة 18 مشاة وجهاز المخابرات العامة بولاية النيل الأبيض. المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على كافة القضايا التعليم ومناصرة التعليم فيه كإعلاميين، ويتناقش بعض المحاور فيها دور الإعلام فيه. والمنتدى سوف يكرم شخصية إعلامية للراحل المقيم بيننا شيخ الصحفيين الأستاذ الصادق عبد الساوي جمعة. يمثل هذا المنتدى انطلاقة حقيقية لأعمال الثقافة والإعلام في كافة الولاية.